لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. كم تبلغ ثروة الملك عبد الله الثاني 2023؟ إن السيرة الذاتية الخاصة بالأمراء والملوك والشخصيات البارزة تعتبر محط بحث للكثير من الأفراد حول العالم الراغبين في التعرف على كافة التفاصيل المتعلقة بهم، ومنها الثروة التي تملكها هذه الشخصيات، الأبناء والنساء والعقارات وغير ذلك. من هنا جاء العديد من الأفراد بالبحث عن ثروة الملك عبد الله الثاني، وبدورنا هنا في هذا الفيديو نتطلع إلى المواضيع ذات الصلة عن الملك عبد الله الثاني ابن الحسين الهاشمي من مواليد عام 1962. يتقلد الملك عبد الله الثاني مقاليد الحكم في المملكة الأردنية الهاشمية منذ عام 1999، وذلك خلفا لأبيه الملك الحسين بن طلال. بعد وفاته تم تنصيب الملك الحسين ابن طلال 9 من شهر حزيران من نفس العام، وقد عرف هذا اليوم بيوم عيد الجلوس الملكي. من هنا نستكمل لكم معلومات والسيرة الذاتية الخاصة بالملك عبد الله الثاني. فهو من مواليد عمان في الأردن، وهو أول أنجال الملك الحسين ابن طلال من زوجته الثانية ذات الأصول البريطانية الأميرة منى الحسين. ولد الملك عبد الله في 30 كانون الثاني عام 1962 في عمان. تلقى الملك عبد الله الثاني تعليمه في عمان، أما التعليم العالي فقد حصل عليه خارج عمان، وقد حصل على رسالة الماجستير في العلاقات الخارجية من جامعة جورج تاون، وقد تلقى الدراسة الجامعية في جامعة أكسفورد. بدأ الملك عبد الله حياته العسكرية في أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية سنة 1980 بينما كان ضابطا في تدريب في القوات المسلحة الأردنية. تم تكليفه بالخدمة في الجيش البريطاني برتبة ملازم ثاني، وقد خدم آنذاك لمدة عام في بريطانيا وألمانيا الغربية، وكان قائدا لقوة الفرسان الملكيين الهوسار. تولى الملك عبد الله الثاني ولاية العهد على مدتين، الأولى من يوم ولادته إلى 1 نيسان من عام 1965، والثانية 7 شباط 1999. لقد أسهم الملك عبد الله الثاني منذ توليه مقاليد الحكم في إنجاز العديد من المهام التي لعبت دورا كبير في سبيل رفعة المملكة الأردنية الهاشمية، وعليه سنقوم بعرض بعض من إنجازات الملك عبد الله الثاني. انطلقت رؤية الملك عبد الله في مجال الإصلاح والتغيير من الإرادة الصلبة للتطوير والصياغة لجميع البرامج الوطنية، وهي نتاج إبداع للفكر القيادي الإنساني عند الملك لبناء مستقبل مواكب للتطور الحضاري الذي ينفع الأجيال. عمل الملك عبد الله على توسيع مظلة التأمين الصحي لتشمل قطاعات أكبر من المواطنين، كما حرص على إنشاء مستشفيات مثل مستشفى الأمير حمزة وغيرها. كذلك حرص على تزويد المستشفيات بالأجهزة المتطورة والحديثة في سبيل تقديم أفضل خدمة متطورة، كما أنه ساهم في العمل على تطوير القطاع الاقتصادي. اهتم الملك عبد الله الثاني بكافة الفئات في المجتمع في المحافظات المختلفة، التنمية الاقتصادية والاستغلال الأمثل للموارد لرفع المستوى المعيشي، زيادة الاهتمام من قبل الحكومة في المناطق النائية وجعلها مناطق جذابة، بالانتقال فيما يتعلق بالمعلومات الواردة في السيرة الذاتية للملك عبد الله الثاني حول ثروته. لقد كشفت بعض التسريبات التي نقلتها صحيفة ألمانية حول ثاني أكبر بنوك سويسرا أن ملك الأردن عبد الله الثاني كان من المتعاملين مع الملك، حيث أودع فيها ملايين الدولارات. في الحين ذاته أكد المحامين الخاصين بالملك أن ثروته جاءت بالطرق الشرعية التي لا تخالف قوانين المملكة. أما عن البيانات الواردة من بنك كيرد سويس وهو ثاني أكبر البنوك في سويسرا، فقد تضمنت المعلومات أن الملك قام بفتح حسابين لا سيما في فترة اندلاع الربيع العربي. تم إيداع مبلغ وصل إلى 230 مليون فرنك سويسري، أي ما يعادل 244 مليون دولار أمريكي. وقد أثبتت بعض الوثائق المالية
المسربة أن شبكة من الشركات المملوكة سرا استخدمها ملك الأردن عبد الله الثاني لشراء 15 عقارا منذ توليه السلطة في عام 1999، كما شملت القائمة شراء 3 منازل مطلة على المحيط في ماليبو بولاية كاليفورنيا الأمريكية بقيمة 50 مليون جنيه استرليني وممتلكات في لندن وإسكوت في المملكة المتحدة. وقد شمل التقرير أيضا صور العديد من العقارات الفخمة في المملكة المتحدة، وقيل أنها مملوكة للعاهل الأردني. وأشارت وثيقة بندورة إلى امتلاك العاهل الأردني عدد 8 عقارات للملك في لندن وجنوب شرق إنجلترا، وقد شملت هذه العقارات منازل في بعض أكثر شوارع العاصمة فخامة بما في ذلك في كيستفون وبالغريفيا وكذلك في إسكوت في مقاطعة سيري. في الحين ذاته أشارت بعض التسريبات في بيانات البنك السويسري أن فردين من العائلة الأردنية المالكة لهما حسابات في هذا البنك، وقد كان حسابا واحد سوف يبلغ رصيده لاحقا 230 مليون فرنك سويسري. وبشأن الثروة التي تمتلكها الملكة رانيا وهي زوجة الملك عبد الله الثاني ملك الأردن وهي من أصول فلسطينية، تبين أن ثروتها قد بلغت حوالي 35 مليون دولار أمريكي، وهي بذلك واحدة من أغنى الملكات في العالم، كما أنها من أكثر الملكات التي حصدت شعبية وإقبال من قبل الكثير من المواطنين في المملكة وخارجها نظرا لما قامت به من أعمال اجتماعية وإنسانية في المجالات المختلفة. من ناحية أخرى، شهد شهر رمضان عدة أنشطة لجلالة الملكة رانيا ما بين زيارات ملكية رسمية وحفلات طار خلال الشهر الفضيل، وذلك وسط جدول مزدحم ليس فقط بالوجبات الملكية لكن أيضا يقع بين التحضير لزفافي الأميرة إيمان وولي العهد الأمير حسين بن عبد الله الثاني. مع بداية شهر رمضان اجتمعت العائلة المالكة الهاشمية في إفطار عائلي بحضور جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملكة رانيا عبد الله، وشاركتنا الملكة بعض الصور من الإفطار العائلي الملكي وعلقت عليها: الحمد لله الذي بلغنا أجمل أيام السنة من الإفطار مع العائلة اليوم. في إطار دعم الملكة رانيا عبد الله المستمر للشباب وريادة الأعمال، استضافت مأدبة إفطار رمضانية يوم 26 آذار في قصر الحسينية بحضور عدد من الشباب والشابات من بينهم متطوعين ورواد أعمال وإعلاميين. ونشرت الملكة رانيا العديد من الصور في حفل الإفطار وعلقت عليها قائلة: أحلى إفطار اليوم مع شباب وشابات من مختلف أنحاء بلدنا الحبيب. كما قام جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملكة رانيا عبد الله وولي العهد سمو الأمير الحسين ابن عبد الله الثاني بزيارة رسمية إلى اليابان لتعزيز العلاقات بين الأردن واليابان، حيث عقد لقاء ملكي مع إمبراطور اليابان ناروهيتو والإمبراطورة ماسكو. الملكة رانيا شاركت صور من الزيارة الرسمية وعلقت عليها قائلة: مع جلالة الملك وولي العهد الأمير الحسين في قصر طوكيو الإمبراطوري اليوم، ممتنة للضيافة الدافئة والاستقبال الكريم من جلالة إمبراطور اليابان ناروهيتو والإمبراطورة ماسكو. انتقلت الملكة رانيا أيضا خلال زيارتها الرسمية إلى اليابان للسيدة يوكو كيشيدا زوجة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في طوكيو. مع حلول شهر رمضان شاركت الملكة رانيا دعاء ليلة القدر وقالت: في ليلة هي خير من ألف شهر، اللهم اقبلنا طائعين وارزقنا رحمة واسعة وقلوب خاشعة، يحظى هذا العام بمكانة خاصة لجلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملكة رانيا، حيث شهد حفل زفاف سمو الأميرة إيمان بنت عبد الله الثاني على السيد جميل ألكسندر تورمايوتوس في شهر مارس آذار الماضي، ولاقى الحفل تفاعلا واسع حول العالم، حيث تميز بالأناقة الملكية وإبراز العادات والتقاليد الأردنية الخاصة بحفلات الزفاف. كما تتجه الأنظار في الأول من شهر يونيو القادم إلى المملكة الأردنية الهاشمية، حيث تشهد حفل زفاف سمو الأمير حسين بن عبد الله ولي العهد على خطيبته السعودية رجوى آل سعيد، حيث أعلن الديوان الملكي الأردني أن عقد قران صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني
ولي العهد المعظم على الآنسة رجوى خالد السيف سيكون الموافق الأول من يونيو حزيران عام 2023 بعد خطبتهما في شهر أغسطس عام 2022 في منزل والد رجوى آل سيف في الرياض بالمملكة العربية السعودية، حيث ولدت في الرياض وتلقت تعليمها في السعودية، ثم انتقلت إلى جامعة سيراكوز في نيويورك الولايات المتحدة الأمريكية لدراسة الهندسة المعمارية. وبكده يا جماعة نكون وصلنا لنهاية الفيديو، شكرا لكم على حسن المتابعة، دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.